السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد العزيز حسن. إن شاء الله الدروس اللي من أول دلوقتي لحد إن شاء الله من قرب من خلص هيبقى دروس صغيرة أوي، هنعدل فيها مسألة ال CSS بتاع لوحة التحكم. يعني هنا عايزين نعدل دي درس النهاردة، هنعدل النقطة دي هنخليها مظبوطة. تمام، الدروس الجاية نشوف هنعمل إيه. طيب، على بركة الله تعالوا نروح هنا inspect. كل القصة بتحصل لما بعمل سلاش هنا، كده الكلاسات بتتغير. فتعالوا نشوف هنا المين سلايدر ماشي، وانا بيخلي الويتس بتاعه 50 بيكسل، ده امبورتنت. تمام، مش حتى لو شلت 50 بتعملها كلها بس. تمام، تعال نشوف بقى الحاجات اللي جنبها زي الكونتنت. تمام، المفروض دي تبقى مارجن رايت اتش تي بالشكل ده. تمام، برضه اللي فوق دي تبقى رايت، المارجن بتاعها تلاقيه برضه لازم يبقى رايت جي اتش تي كده. تمام، مجرد ما ادوس هنا هتتظبط مظبوطة على القفل. اوكي، تعالى ناخد الكلاس بتاعنا بقى، كنترول اي كنترول سي، نروح مش محتاجين احنا كل الكلام ده، محتاجين بس الكلاس دلوقتي. admin dist css هي شغالة بالمين ولا بإيه بالظبط؟ اه بالمين، دول معمول لهم notification. تمام، نعمل refresh، المفروض نلاقي التفعيلات بتاعتنا مظبوطة 100%. ندوس هنا اوكي، مظبوطة زي ما انتوا شايفين يعني. طيب، نشوف الدرس الجاي ونشوف هنعمل ايه تاني.